السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم بلا شك كتسناوه وكتسناو الأطر المرجعية الخاصة بامتحانات البكالوريا. العنوان ديال هذا الفيديو هو بداية صدور الأطر المرجعية الخاصة بامتحانات البكالوريا دورة يوليوز 2020، أخبار سارة لكل التلميذات والتلاميذ. إذن فهذه الأطر المرجعية اللي كنت قلت لكم بأنها غادي تكون استثنائية هذا العام نظرا لهذه الجائحة اللي كنمروا منها، إذن غادي تحمل لكم هذه الأطر المرجعية أخبار سارة، وإن شاء الله بإذن الله ما غادي يكون غير الخير في الامتحان. هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، أو معايا باش نتعرفوا على الأطر المرجعية اللي خرجت والأطر المرجعية اللي باقة ما خرجت. بقاو معايا. إذن أولا الأطر المرجعية كما قلت لكم في واحد الفيديو قبل، إذن الإطار المرجعي هو واحد الأداة منهجية وطنية تضبط المضامين والمحتويات الدراسية المقررة في الامتحانات. يعني هذا الإطار المرجعي كينظم لنا وكيحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون. هذا التعريف هذا درته معكم في واحد الفيديو خاص بالإطار المرجعي. إذن الآن غادي نتعرفوا على الأطر المرجعية اللي خرجت. الأطر المرجعية التي صدرت لحدود الساعة كان إطار واحد، هو الإطار المرجعي الاستثنائي لمادة علوم الحياة والأرض بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائي. شكون هو الإطار المرجعي اللي خرج؟ هو الإطار الخاص بمادة علوم الحياة والأرض، علوم الطبيعي، علوم الحياة والأرض هي اللي خرجت بوحد هذا الإطار المرجعي ديالها بالنسبة للناس ديال العلوم الفيزيائية، ماشي الناس ديال علوم الحياة والأرض، لأنكم ممكن عرفوا في البكالوريا يكون توجيه الناس ديال العلوم الفيزيائيه والناس ديال علوم حيث الارض. هذا الاطار المرجعي الخاص بالناس ديال العلوم الفيزيائيه ماشي الناس ديال علوم حيث الارض. فهم ده الاطار المرجعي هو كالتالي، ده الاطار المرجعي الاستثنائي لماده علوم حيث الارض. ده هنايا مجموعه من الامور هضروا عليها هنايا، ممكن نمشيو حنا هنا اعتبار ذلك تم بصفة استثنائية إدخال تعديلات على الإطار المرجعي للامتحان الوطني لمشاهدة البكالوريا لمادة علوم الحياة والأرض مسلك العلوم الفيزيائية، تهم بالأساس هندسة موضوع الامتحان التي ستتميز بحق المترشح اختيار تمرين من بين تمرينين يرتبطان بالمجال المضاميني 3 استعمال المواد العضوية وغير العضوية، والمجال المضاميني 4 الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السلاسل الجبلية وعلاقتها بتكتونية الصفائح، وتمرينين إلزاميين يرتبطان بكل من المجال المضاميني 1 استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة، والمجال المضاميني 2 طبيعة الخبر الوراثي وآلية تعبيره نقل الخبر الوراثي عبر التولد الجسمي. شوف إذا هنا في هذه الفقرة بينوا بأنه غادي تكون مواضيع اختيارية خلافا للسابقة، كان كيكون واحد الاطار مرجعي وما كانوش كيكونوا مواضيع اختياريه. في هذا العام كاين مواضيع اختياريه في جوج ديال المضامين، كاين المجال المضاميني 3 يعني استعمال المواد العضويه وغير العضويه، غادي يكون جوج ديال التمارين غادي يمكن لك تختار واحد فيهم، والمجال المضاميني 4 الظواهر الجيولوجيه المصاحبه لنشوء السلاسل الجبليه وعلاقتها بتكتونيه الصفائح. هنا عاوتاني غادي تلقاو جوج ديال التمارين غيمكن لكم تختاروا واحد فيهم اللي جاكم ساهل. اذا هذه هي اهم النقط اللي غادي يتطرق لها هذا الاطار المرجعي الخاص دائما بماده علوم الحياه والارض بالنسبه لتلاميذ وتلميذات مسلك العلوم الفيزيائيه. اكرر مسلك علوم الفيزيائيه ماشي الناس ديال علوم الحياه والارض. اذا في بقيه الاطار كيزيدوا يشرحوا داكشي بالتفصيل باش تعرفوا الدروس بالتدقيق اللي خصكم تراجعوها وتحفظوها. عندنا هنا مجموعه من الدروس كما قلنا حاطينها بالتدقيق هنايا اللي خصكم تكونوا مراجعينها وحافظينها مزيان، حتى شبكه التنقيط ومجموعه من الامور هنايا جدول المهارات مثلا. شوف هنا مثلا المهارات استرداد المعارف يعني خاص بداكشي الحفاظه النسبه ديالو غتكون 25%، يختبر مكون استرداد المعارف مدى تحكم التلميذ والتلميذة بالمعارف عبر وضعيات اختبارية، ممكن يكون كوس ام يعني اختيارات، اختبارات الإجابة القصيرة مثلا ممكن يكونوا أسئلة للجواب ديالهم مثلا غير بكلمة ولا جوج، اختبار صحيح أم خطأ مثلا التمارين فيها صحيح أو خطأ،
إعطاء أسماء مناسبة للعناصر المنقمة على رسوم أو رسوم تخطيطية. في هذه النقطة هذه مثلا يعطوكم شي رسم ويقول لكم هذه شنو كتعني، هذه شنو هي، هذه شنو كنقولوا لها، هذه شنو كنقولوا لها. استظهار مباشر للمعارف، هذه المعنى ديالها أنه يعطيكم مثلا ما هو مثلا الخبر الوراثي، يعني تعريف مباشر غادي تحطوا له. هنا الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني، هنايا غادي يعطوا لكم وضعيات كما قلت لكم وضعيات اختيارية وغادي تختاروا نتوما، وكما كتشوفوا الأمور واضحة وكيزيدوا بالتدقيق داكشي. إذا هذا هو الإطار المرجعي الوحيد اللي خرج لحد الساعة. بالنسبة للأطر المرجعية الأخرى سأقوم بنشرها وقت الحصول عليها، يعني منين غادي نحصل عليها، منين غادي تنشرها الوزارة، غادي نحطها لكم جميع الأطر المرجعية. بقاو تستناو الفيديوهات ديالي، أنا دائما معكم، وشكرا لكم على المتابعة، وما تنساوش تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة. أتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.